السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فادي البلتاجي من مزارع هايدي. النهاردة إن شاء الله معانا بنعمل فيديو جديد. طبعا أنا بقالي فترة وبقالي سنين ما بصورش حاجة تبع الدواجن أو البط أو الكلام ده. فطبعا إحنا طبعا رجعنا عشان الأزولة. احنا رجعنا للتربية تاني عشان خاطر نثبت بعض الأنظمة أو بعض الطرق اللي هي بالتغذية بالأزولة بالنسبة للبط وبالنسبة للدواجن. فإن شاء الله بإذن الله احنا النهاردة جبنا كمية بط اللي هو الفرنساوي، تمام، بط فرنساوي زي ما احنا شايفين، تمام. الفرنساوي مش هيتربى هنا أساسا، أنا هحضنه بس هنا وبعدين كده هنقله في مكان تاني، تمام. طبعا التحضين انا قبل كده قلت بالنسبه للتحضين في طريقه جميله جدا اسمها طريقه السشوار، تمام، اللي هي ديت بيبقى اللمبه تحت واقفه تحت القصعه، تمام، او تحت الطشت زي ما احنا شايفين هنا عشان العدد اكبر، فاحنا هنا حاطين طشت، هنا عدد صغير حاطين قصعه، تمام، قلبين طوب ولمبه واقفه 100 واط والقصعه تحتيها. طبعا بتيجي تبص تلاقي البط بيجي بيختار درجة الحرارة اللي هو عايزها، إذا كان قريب من اللمبة أو زي ما أنت شايفين كده بعيد عن اللمبة، نايم أهو واكل ومتكيف ونايم أهو تمام التمام، والباقي بياكل وبيشرب. وبعد كل ما هياكل وهيشرب هتلاقي كله دخل تحت القصعة، تمام. هم كانوا خايفين منها وهم لسه بدأوا بياكلوا هنا، لسه بيجربوا. البط هنا بدأ ينقنق فيها كده يجرب، بدأوا البط بدأ يجرب وياكل فيها اهو، البط بدأ ياكل ويجرب فيها. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله، بط بعد 5 ايام البطة بقى حجمها تقريبا الضعف. مثلا انا لغاية النهاردة كنت شغال بالعلف، لسه اول مرة احط الازولة، وزي ما احنا شايفين البط بدأ ياكل ويجرب اهو. اهم حاجه طبعا نخلي بالنا من الرطوبه، لان طبعا البط زي ما احنا شايفين مغرق الدنيا ميه، انا كل شويه بعلي له السقايه عشان ما يبهدلش نفسه ميه، فهو دايما بيطلع يقف على الميه ويدوس على الارض، فدايما الارض بتبقى مبلوله ميه، فدايما كل يوم لازم تزود شويه نشاره فوق النشاره القديمه يعني عشان الشخاخ والميه، فهتبقى الدنيا معجنه. بسم الله ما شاء الله، من اول يوم اهو البط بدأ يعني اول ما دقها وعجبته بدأ البط يهجم عليها، يعني بدأ بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الاربع يوم، النهارده كده 7 يوم. طبعا زي ما احنا شايفين البط مقبل على الازولة، تمام، وبياكل ازولة
تمام. وادي عمر البط معانا، انا هحاول ان شاء الله يا بكره يا بعده احاول اقسمه، لان الحته بقت ضيقه عليه حاليا. النهارده 23 زي ما احنا شايفين، والبط سايب العلف وبياكل ازوله. تمام، يعني انا حطيت ازوله وحطيت علف، البط سايب العلف ورايح على الأزولة. تمام، النهارده يوم 23/2. طبعا هيبقى واضح من الفيديو الأولاني المدة قد ايه، اللي هو عمر البطة قد ايه، لأن أنا مش فاكر صراحة التاريخ بتاع أول فيديو. تمام، فإن شاء الله هنكمل. طبعا احنا عملنا برضو الدفاية استشوار برضو، حاطين فيها حاليا لمبه 100، لان هي بتوفر معانا الكهرباء جامد. لكن لو هشتغل بالنور العادي وعايز لي ولا لمبتين ثلاثه 200، لكن ديت ميزتها انها بتبقى حبس الحراره، فهي بتبقى سخنه. البطه اللي بتسقع او بتغرق ميه بتنزل تحتها تدفى 5 دقائق 10 دقائق وتلاقيها طلعت، فمش محتاجه، فبتوفر كهرباء جامد. تمام، زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يعني احجامهم بقت كويسه. يعني والله مش عارف لسه هيبقى وزنهم قد ايه، اما نخلص بس فترة العلف البادي المفروض بتاعتهم، المفروض اللي هو 21 يوم، هم والفراخ البيضة. هنشوف الاوزان هتبقى ايه، نبقى نجيب نوزن واحدة ونشوف الوزن ايه. تمام، ان شاء الله هنبقى نكمل معاكم فيديو. داخلين على البطة اهو، هنحط له الازولة. النهارده يوم 27، تمام، وباين بسم الله ما شاء الله حجم البط. النهارده يوم 27/2، انا مش فاكر بقى الفيديو الاولاني كان تاريخه كام، هيبان بقى في الاخر، في اول الفيديو واخر الفيديو هيبان التاريخ. تمام، معانا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يوم 4/2، احنا طبعا البط دوت احنا مصورينه، وكان اول يوم كنا جايبينه يوم 1، يوم 11، يوم 11/2، النهارده 4/3. تمام، احنا بس بنوثق الاعمار للبط. احنا طبعا كل يوم كنا بناكله ازوله وبط، بعد في الفيديوهات برضه هيبقى باين في الفيديوهات السابقه ان كنا بنحط له ازوله وبط، دايما كان بيروح على الازوله ويسيب العلف. ازوله وعلف، معلش المؤاخذه، كنا بنحط ازوله وعلف كل يوم، كان بيروح على الازوله ويسيب العلف. تمام، النهارده ما فيش ازوله النهارده عندي، لان يعني في ناس كانوا طالبين ازوله، فما فيش ازوله عندي كفايه، فما نزلتلهمش ازوله. حطيت النهارده العلف، يعني النهارده الصبحيه اهو حطيت العلف. البط مش عايز يجي جنب العلف، مستني الازوله لما احط له الازوله، يعني واقف مستني الازوله، مش عايز يجي ياكل، بس قاعد مستني العلف لما الازوله لما تتحط له، يعني بقى شره للازوله اكتر من العلف. وزي بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين الحجم، البطه عاد معديه الكيلو، بسم الله ما شاء الله. تمام، طبعا اهم حاجه ما تنسوش يا جماعه، ان اللي هياكل ازوله لازم يخلط شويه جير بلاط وشويه ملح مع العلف، عشان الملح والجير مهمين جدا. يعني بيتحط تقريبا معلقه شاي ملح على كل كيلو ازوله. تمام، وبيتحط مثلا
100 جرام مش هيخسر، ممكن زياده مش 100 جرام ازوله على 100 جرام جير بلاط، جير اللي هو بتاع الدهان ده او البلاط او مسحوق البلاط او بودرة البلاط الكلام ده، عشان ده فيها نسبة الكالسيوم، تزودها على الأزولة عشان بس إيه ما يحصلش تفشخات عندنا. إحنا الحمد لله ما عنديش تفشخات، لأن أنا بخلي بالي من الموضوع ده وبحط الفيتامينات دايما الألف ده الهاء والأملاح المعدنية، ودايما بحط خل في المية كل مثلا يومين ثلاثة بحط لهم خل في المية. تمام، طبعا دي السقاية الأوتوماتيك اللي إحنا عاملينها، ما عاملينها بحنفية لأن البط بيشرب مية كتير جدا، أنا مش هلاحق عليه. يعني البط بيشرب ميه كتير جدا، اعمل له حرفيه كومبينيشن تمام مع السقايه اللي احنا كنا مسقيينها مصورينها قبل كده. تمام، وشويه خل، الخل كويس للبط، بينظف جوفه وبيعقم المواسير وبيعقم المواسير والسقايات والكلام ده عشان ما يحصلش فيها فطريات ولا اي حاجه. وباين بسم الله ما شاء الله حجم البطايه اهي. النهارده احنا قلنا يوم 4/3، يعني كده الشهر اللي فات فيه 17 يوم و4 ايام، يعني نتكلم في 21 يوم. بسم الله ما شاء الله، وزي ما احنا شايفين كده اهوت قاعد مستني الازولا، عنده امل ان انا هحط ازولا. انا كنت كل يوم احط الازولا واحط العلف، كان ياكل الازولا وكان ياكل العلف بعد ما بمشي اخر النهار بقى، اما يجوع تاني والازولا تخلص كان بياكل اخر النهار غصب عنه. هو طبعا هياكل غصب عنه لانه هو جعان ومستني وبطنه فاضيه زي ما انتم شايفين كده، فهو هياكل غصب عنه من الجوع هياكل. تمام، نبقى نتابع معاكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يوم 17. تمام، النهارده 17/3. احنا طبعا احنا بدأنا التربية يوم 11/2، 11/2، فاحنا كده يبقى بقالنا شهر وتقريبا 4 ايام. شهر، لان الشهر اللي فات شهر 2 كان 28 يوم، هيبقى كده حوالي شهر 3 ايام او 4 ايام، يعني 33 يوم العمر اللي احنا شايفينه ده ان شاء الله شهر و3 ايام او شهر و4 ايام. تمام، طبعا شايفين الحجم بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بغذي على العلف وعلى الازوله. تمام، على العلف وعلى الازوله بدي حوالي 2 كيلو ازوله كل يوم، وبقى 2 كيلو علف كل يوم، وسايب لهم الازوله زي ما هم عايزين، كل ما بيخلص الازوله بحط لهم ازوله. تمام، فربنا يصلح الحال يا رب. وهنشوف برضه، هنتابع ان شاء الله كل كده اسبوع حاجه لغايه ما نوصل ل 54 يوم، وبعد كده هنشوف البطه وزنها وصل ايه. والناس طبعا نزلت على الفيديوهات بتقول احنا عايزين فين الفيديوهات اللي قلت عليها، فين التوصيف، فين الكلام ده. بس طبعا انا مش عايز، انا كل اسبوع اقعد انزل فيديو، الفرق في الاعمار هيبقى بسيط، فطبعا والفيديوهات هتبقى يعني كتيره لحاجه واحده فهتبقى مملة. فانا عايز ان شاء الله لما الموضوع يخلص ان شاء الله يبقى الفيديو واحد بالاعمار على طول والتشغيل، عشان ما يبقاش الموضوع مطول وممل. فإن شاء الله لما الفيديو ينزل إن شاء الله هيتبسطوا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يوم 21/3. تمام، النهارده 21/3، بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين البط يعني صدره ريش وجناحاته ريشت، فاضل ظهره. تمام، فاضل ظهره، المفروض هو ده ان شاء الله يطلع على يوم 8 في الشهر، يبقى 55 يوم، 54 55 يوم، على يوم 8 في الشهر الجاي. فكده احنا لسه قدامنا حوالي يعني بتاع حوالي 18 يوم 19 يوم. تمام، وربنا يصلح الحال، وهنشوف في الاخر الاوزان معانا ايه. احنا بس بنوريكم، احنا طبعا انا طول النهار حاليا انا بدي ازوله زي ما احنا شايفين كده اهو، انا بجيب ازوله بدي طول النهار ازوله، واخر النهار قبل ما امشي بقوم اديهم علبه علف، اخر النهار بقوم اديهم علبه ايه
بنديهم حوالي 2 كيلو علف، 2 كيلو ونص علف، وطول النهار بياكلوا ازوله. تمام، بياخدوا 2 كيلو علف ولا حاجه، وطول النهار بياخدوا ازوله. فربنا يصلح الحال، هنشوف الاوزان هتبقى اصفرها. تمام، وان شاء الله ربنا يصلح حال الجميع ويكون التجربه ناجحه. والتجربه دي برضو يا جماعه للتجربه للاستهلاك المنزلي مش للمزارع. المزارع الافضل اكل اعتمد على العلف الجاف عشان تقدر تظبط يعني تجفف الازوله وتكبسها وتعملها علف، تجففها وتكبسها عشان تقدر تحكم الاوزان بتاعتك وتحفظ تحكم الاكل بتاعك. لكن ده تجربه قلنا للمنزلي، مش هتفرق معاك ايام زياده شويه ايام ناقصه شويه وزن شويه، مش هتفرق معاك. وهنكمل معانا ان شاء الله الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده 21/3. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده اليوم ال 54. تمام، هو المفروض اصور بعد يوم او اتنين، بس عشان بس خاطر ان انا مسافر بس، فقلت اصور قبل ما اسافر عشان ايه، عقبال ما هرجع هيكون البط الشال. تمام الجماعه يكون شالوه، فقلت اصور بس عشان اثبت الميزان. طبعا انا دلوقتي حاطط هنا دلوقتي حاليا الميزان اهو، ومحط عليه برنكتين عشان بس احط البطه طبعا ما تنطش، ومصفر الميزان زي ما احنا شايفين. الميزان اهو مصفر. تمام، هنجيب بطه ونشوف في 54 يوم بالازوله والعلف جابت كام. تمام، بالازوله والعلف جابت كام. الحمد لله الدورة خلصت معانا بنجاح ان شاء الله. الحمد لله، والاوزان عندي كانت متوسطها من 2 كيلو 650 لغاية 3 كيلو 50 زي ما احنا شفنا. وكان لسه كمان احنا معانا ممكن تقعد معانا في البط كمان 5 ايام، ياكل كمان 5 ايام، بس انا قلت اصور قبل ما اسافر لان انا هتأخر شوية، فالبط لازم هيخرج قبل ما يكمل 60 يوم، فانا قلت اصور عشان اثبت بس الميزان قبل ما اطلع، لحسن هتأخر هيضطر البط يطلع، هيبقى كده التوثيق بتاع الفيديو هيبقى في مشكلة براح. فالحمد لله ربنا عداه على خير. ويا جماعة اهم حاجة خلي بالكم ان البط الفرنساوي انا كان عندي امل انه يطلع وزنه اكتر من كده، يعني اللي انا شاري منه كان قايل لي اوزانه بتطلع النوعية دي السلالة ديت بتطلع من 3 كيلو ل 4 كيلو، بس طبعا ما طلعش الكلام صحيح، او عشان انا شغال بالازولة الله اعلم. فالحمد لله، المهم الدورة خلصت معانا بنجاح والحمد لله.